وزي ما انتوا شايفين بقى انا دلوقتي بنشف البطه بتاعتي، ما انا بحب اهتم بالتفاصيل عشان لو نزل اي ميه فيها تبوظ لي كل المجهود اللي انا عاملاه ده. فانا عملت ايه؟ غسلت البطه الاول بملح وخل دهكتها، بعدين عملت محلول نقع ليها اطلع منها اي زفاره واي طعم مش حلو. المحلول ده احنا عملناه مع بعض طبيعي بمقادير السلق الطبيعيه، القرفه، المستكه، حطي كل ما انت حابه تحطيه يبهر ويحلي الميه بتاعتك اعملي كده. عندك كمان بعد لما طهرتيها وجهزتيها عملتي ايه؟ جبتي مقادير التتبيله. مقادير التتبيله احنا حطيناها مع بعض بمنتهى السهوله، المختلف فيها هو الدبس الرمان، وانا قلت ان الدبس الرمان ده بيعمل ميكس حلو قوي مع عصير البرتقال، وكمان بيعمل لون لذيذ جدا للبطه. مهما قعدتي تدهنيها صلصه، تحطي ميه بصل، تحطي اللي انت متعوده تحطيه، مش هيدي اللون اللي انا هوريهولك دلوقتي للنسخه الجاهزه بتاعتي. تبلت في بوله، اخدت التتبيله حطيت جزء منها للحشوه بتاعتي عشان هحشي البطه، وبعدين عندي قاعده للبطه اللي هي الروستد اللي هتطلع لي بخار حلو قوي يقعد بقى يغلي مع البطه فيعمل لي طعم لذيذ جدا. البطه بتاعتي بعد لما اتغسلت ونشفت بقى ده شكلها، زي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا وفريش جدا. انا طلبت مقادير الحلقه كلها قبل ما اجي ب 30 دقيقة، جات لي في 20 دقيقة من طلبات مارت منتهى النظافة. طبعا استخدمت البرومو كود بتاع البرنامج TX رمضان 50 وجالنا تخفيض حلو جدا جدا، احب ان انتوا تجربوه وتقولوا لي برضو رأيكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هتاخدي البطة بتاعتك كده وتوقفيها كده وتاخدي الحشوة كده وتنزلي الحشوة جوه البطة كده. تضغطي كده لجوه، بعدين عندك ايه؟ عندك برتقانة كده تقفلي بيها البطة بتاعتك، وتاخدي بالك ان الحشوة يبقى فيها مسافة للبرتقانة عشان ما تطلعش البر. تقفلي كده تثبتي البرتقانية في الجلد، وبعدين تاخدي تقفلي بقى الناحيتين على بعض كأنك بتعملي حمام بالظبط. الموضوع سهل جدا من غير خياطة من غير اي حاجة، ودي اسهل طريقة للناس اللي ما بتحبش، يعني في وصفات كده الناس بتقعد تعمل لها تعقيدات وهي سهلة جدا بالخلة اهو هتعمليها، مش هتحتاجي تخيطي وتعملي خطوات كتير جدا. اهم حاجة تهتمي بتفاصيل التقفيل كده عشان الأنسجة تتشد والبرتقانية تفضل معاكي لحد الآخر. من نجاح البطة ان هو يطلع لحد الآخر مش مهري ولونه حلو ومستوي من جوه ومن بره، مش من جوه بس ومش من بره بس. هنسوي ازاي؟ هنسوي على 180 قلمتين لمدة 10 دقايق في الأول، أنسجة تتشد جامد جدا، وبعديها نسوي على 180 لحد لما ندخل شوكة ونلاقي مفيش مية بتطلع، نلاقي اللون بتاعها بقى روز فاتح كده مش رمادي مش غامق، حلو جدا. في نص التسوية انا بحب في بيتي اعمل ايه؟ ان انا اخد كل شوية اسقي، اطلع اسقي، اخد كده بالمعلقة واسقي وادخل تاني، ده بيحافظ ان الحاجة تفضل طرية تفضل روستد، يعني كأنك عملت لها روستو كده ضغطتيها، لما تفضلي تسقيها تفضل طعم الحاجة شرباها وحلوة. احنا كده قفلنا البطة وجهزناها. بتجيبي بقى دلوقتي لو عندك طبعا شبكة بيكون حلو جدا واحسن من ان انت تحطيها دايركت مباشر في الصينية. ما عندكيش شبكة هتحطيها مباشر، هتحطي ورق زبدة فوقيها وتحتيها. طبعا الشبكة بتخلي البطة تستوي بطريقة حلوة جدا وبتخليها تتعزل عن الخضار تحت، والخضار يقعد بقى يطرقع كده فيها في المية بريحته الحلوة، فيديها طريقة تسوية مميزة جدا. بتاخدي التتبيلة وتروحي منزلة بقيتها على البطة كده. طبعا المفروض تسيبيها في التتبيلة قبل ما تدخليها الفرن على الأقل نص ساعة، ما عندكيش وقت، دي تتبيلة تقيلة وحلوة هتمسك فيها على طول، بس لو عايزاها بقى تمسك فيها قوي لازم تعملي الخطوة اللي أنا هعملها دلوقتي دي. هتجيبي دبس رمان وتروحي مغطية بيه الوش بتاع البطة بالمنظر ده، بصوا بقى اللمعة اللي هيديها للبطة، وتغرقي زي ما انا بغرق كده علشان يديها لمعة حلوة جدا.
وتقفلي كل الكلام ده في فويل وتخرميه وتدخليه. تحفة. بصوا اللون قبل ما تسوي الحاجة، بصي لونها قبل ما تسويه عامل ازاي. طبيعي اللون ده كده وهي لسه نايه، بعد ما تستوي اكيد هتطلع بالجمال ده. تعملي لها بقى شوية رز زي ما انا عاملة كده، وتجيبي بقى شوية مكسرات وتزيني الطبق الخطير ده في عزومة رمضان حلوة كده. الناس تقولك ايه ده، جايبة البطة دي من فين، من برة دي ولا ايه؟ وانتي عاملاها في البيت منتهى السهولة، وغسلناها مع بعض من الاول خالص. ورينا الوصفة كلها من اول تنظيف البطة. انا بحب دايما لما اشرح وصفة اشرحها للحد اللي عمره ما عملها، علشان محدش يبقى خايف من وصفة معينة وخايف يقرب لها. شوية مكسرات حلوة كده تزين معانا الطبق الخطير ده الغني جدا اللي اتعمل منتهى السهولة. يعني انت لو عاملة حاجات جانبية جنب البطة هتسيبي البطة تعيش حياتها في الفرن، وهتروحي للورق عنب، هتروحي للحلويات بتاعتك، وتسيبيها هي بقى تكمل التسوية في الفرن. زي ما قلنا هتسقيها في النص. التسقية دي هتفرق معاكي جدا ان انت تطلع معاكي لونها بيلمع زي ما هو طالع عندي كده. شايفة اللمعة اللي فيها دي؟ دي جاية من التسقية ومن ان احنا نضفناها كويس وضغطناها كويس ولمعناها بطبقة التلميع اللي انتوا شفتوها معايا. بشكر طلبات على المقادير التحفة اللي وصلوها لي في اقل وقت، وعلى الخدمة الحلوة اللي بتخدم الستات الشقيانة اللي زيي اللي بتشتغل شغلانتين، اللي ما عندهاش وقت تقعد تنزل تشتري الحاجات وفي نفس الوقت بتحب تطبخ. بشكر طلبات جدا، وبشكر كل ست بتتعب في رمضان، بشكرهم ان هم سهلوا لنا الطبخ وسهلوا لنا موضوع العزومات. الخدمات الجديده دي بتسهل علينا ان احنا نحب مطبخنا ونقدم احلى حاجه لضيفنا. بشكركم، استنوني في حلقات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.